السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في فيديو جديد، أتمنى يا ربي تكونوا بألف خير وصحة وعافية. موضوع اليوم هو تساقط وإنماء الشعر. هذا الموضوع كثير كبير ومهم وأصبح مشكل معظم الشباب والبنات. الأسباب تتعدد، لكن في فيديو اليوم راح أعطيكم بعض النصائح والوصفات التي ستساعدكم بإذن الله من التخلص من هذا المشكل. الفيديو راح يكون جد طويل لأنني حابة أعمل حلقة خاصة عن تساقط الشعر وإنبات الشعر، وأتطرق لجميع الجوانب لما يخص هذا الموضوع. تابعوا معي الفيديو للآخر. أول نصيحة حبيبتي أنصحكم بها، في فترة العلاج لازم تتوقفون عن استعمال السشوار والصباغة الكيماوية، لأن هذه الأشياء لا تزيد الطين إلا بلة، وكذلك العلاج لن يكون له أي منفعة إذا احنا استعملنا السشوار والصباغة الكيماوية. ثاني شيء هو معدن الحديد. معظم الفتيات اليوم يعانون من نقص الحديد. لماذا؟ لأننا كل شهر بنفقد الدم خلال الدورة الشهرية، وأكيد لا نعوضه من خلال تغذيتنا. لذا حبيبتي ثاني شيء يجب أن تقوم به، روحي لطبيبك يعمل لك تحاليل دم، شوفي إذا كان عندك نقص في الدم أكيد طبيبك راح يوصف لك معدن الحديد، وإن شاء الله عند أخذ معدن الحديد راح يقل تساقط الشعر تدريجيا. التغذية كذلك حبيبتي تلعب دور كبير في صحة الشعر والبشرة، لهذا لا يجب فقط أن نأخذ معدن الحديد من الأدوية، لكن يجب أن نأخذه من تغذيتنا. لهذا حبيبتي تغذيتك لازم تحتوي على خضروات ورقية مثل الجرجير، السبانخ، البروكولي، الخيار، الخس. هذه الأشياء يجب أن تأكلها يوميا إذا كنت عاوزة شعر صحي طويل لامع. هذه الأشياء لازم تؤكل يوميا، وكل منها كميات كبيرة فلا خوف منها لأنها تحتوي على سعرات حرارية جد قليلة. لهذا اليوم حبيبتي صنعت لكم مشروب جد صحي، إذا أنت التزمتي وشربتي يوميا في ظرف 6 أشهر إن شاء الله راح تتخلصين من كل مشاكل الشعر والبشرة كذلك. مقادير العصير، سوف نحتاج إلى ملعقة كبيرة من بذل الكتان، يكون على هذا الشكل، زريعة الكتان بالمغربي، منقع ومغسول، جدا مهم لصحة الشعر لاحتوائه على الأوميغا 3. نحتاج إلى موزة، ونحتاج إلى حليب الصويا، حليب الصويا كذلك جدا مهم لصحة الشعر لاحتوائه على البيوتين. سوف نحتاج إلى كمية من الجرجير والسبانخ، ممكن تضيفين كذلك البروكولي، الخس والخيار لهذا العصير. سوف أضرب الكل بالخلاط وأريكم النتيجة النهائية. نضيف عليه كذلك بعض قطرات من الليمون، ويكون هذا الشكل النهائي للعصير. كثير مغذي وكثير لذيذ، لازم يكون مرافق بعصير البرتقال والجزر. يشرب هذا العصير مرافق بعصير الجزر والبرتقال يوميا ولمدة 6 أشهر، إن شاء الله راح تلاحظون فرق شاسع ببشرتكم وكذلك شعركم. إلى جانب الخضروات الورقية والفيتامين سي الذي سوف نأخذه من البرتقال والجزر، لازم كذلك أن تحتوي تغذيتنا على البروتين الذي يمكن أن نأخذه من البيض والدجاج والسمك واللحوم كذلك. هذه من الأشياء التي يجب أن تؤكل كذلك يوميا للحفاظ على صحة الشعر وكذلك إنبات الشعر. وعودة إلى وصف هذه العمازينة، عندي لكم وصفتين جد فعالتين لعلاج تساقط وإنبات الشعر. الوصفة الأولى هي عبارة عن عصير البصل. نعم عصير البصل له فوائد جد رائعة لإنبات الشعر. طريقة صنعه، فقط قومي ببشر بصلة، خذي منها العصير
وقومي بأخذ ذلك العصير، اعملي به مساج لفروة الشعر لمدة 5 دقائق. إذا كانت أطراف الشعر جافة ممكن تضعين عليها زيت الأرغان، فهو جد فعال لعلاج جفاف الشعر. بعد ذلك نضع غطاء بلاستيكي ونترك الخلطة على الشعر لمدة ساعة ونغسله بالشامبو. بعد ذلك تكرر العملية مرتين في الأسبوع. والخلطة الثانية والتي سبقت وتكلمت عنها في فيديو سابق، سأضع رابط الفيديو فوق كذلك تحت في صندوق الوصف، وهي معجون الثوم مع جيل الصبار أو الألوفيرا. نقوم بخلط المكونات وكذلك نعمل مساج لفروة الشعر لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نضع غطاء بلاستيكي ونتركه على الشعر لمدة ساعة، ثم يغسل بعد ذلك بالشامبو. تكرر العملية كذلك من مرة إلى مرتين بالأسبوع. كذلك حبيبتي اختيار نوعية الشامبو لازم تكون جيدة، وأنصحكم باختيار شامبو خالي من السلفيت. ما هو السلفيت؟ هو الذي يعمل رغوة للشعر. هذا السلفيت يقوم بإزالة الكيراتين الطبيعي والزيوت الطبيعية الموجودة بالشعر. لهذا حبيبتي أنصحكم دائما باختيار نوعية جيدة. أين يباع شامبو الذي لا يحتوي على السلفيت؟ يباع بسوبر ماركت، يمكن تسألين صيدلية، يباع كذلك على مواقع الانترنت. وبذلك الشامبو يستعمل مرة واحدة بالأسبوع للحفاظ على صحة والكيراتين والزيوت الطبيعية الموجودة بالشعر. كذلك حبيبتي ممكن في الأيام العادية تضعين فقط حمام كريمي على أطراف الشعر، وريثما تقومين بغسل جسمك بالليفة تقومين بغسل الشعر بالماء. الماء يكون دافئ وليس ساخن، لأن الماء الساخن مضر جدا بالشعر. ومن الأحسن أن تكون الشطفة الأخيرة بماء بارد لسد المسام. الآن نمر إلى نوعية المشط. المشط البلاستيكي هو من الأشياء كذلك التي تؤدي إلى تكسر الشعر. فالمشط البلاستيكي يعمل تيار كهربائي للشعر مما يؤدي إلى تقصفه. لهذا أنصحكم حبيبتي بشراء مشط من العود. الآن هناك نوعيات كثيرة تباع بالأسواق، وتخلصي من المشط البلاستيكي. وبذلك تمشيط الشعر ممنوع منع الباتة تمشيط الشعر وهو مبلل، فالشعر عندما يكون مبلل يكون جد ضعيف، فإذا قمت بتمشيطه تقومين بتكسيره. لهذا ينصح تمشيط الشعر قبل الاستحمام. وأخيرا وليس آخرا، بعد الخروج من الحمام قومي فقط بوضع فوطة قطنية على رأسك. فهناك بعض الفتيات سبحان الله يقومون بفرك الشعر بهذا الشكل، يعني بطريقة جد مفسعة، وبعد ذلك يقولون لا أعرف ماذا حصل لشعري فهو يتساقط. أكيد سيتساقط، فالشعر هو يعني تعاملي مع الشعر كأنك تتعاملين مع بشرتك الحساسة، فهو كذلك حساس ولازم له عناية لكي يكون صحي. من الأشياء الرائعة كذلك التي أنصحكم بها والتي جابت نتائج جد رائعة مع الكثير من الفتيات، وهو خليط من زيت الزيتون، زيت الخروع، وزيت اللوز المر. مقادير متساوية، تضعي في علبة زجاجية تكون غامقة على هذا الشكل، تحرك جيدا، وكل ليلة نأخذ منها كمية جد صغيرة على أطراف الأصابع كهذه. نقوم بدلكها ونعمل بها مساج لفروة الشعر كل ليلة لمدة 10 دقائق. صدقوني في ظرف 3 أشهر راح تلاحظون فرق جد رائع في شعرك. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى يا ربي تكونوا استفدتم. الفيديو كان جد طويل، سامحوني لأنني كنت فقط أريد أن أعمل حلقة خاصة عن تساقط الشعر، لأنه تأتي الكثير من الأسئلة عن هذا الموضوع، وكنت حابة أغطي جميع جوانب التي تتعلق بتساقط وإنبات الشعر. إذا عندكم أي استفسار أتركوا تعليق. لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب اللي هو مربع أحمر، اضغطوا عليه كي تشتركوا بقناتي ويصلكم عني كل جديد. لايك للفيديو، شير على الأصحاب والأقارب لكي تعملوا الفائدة. نضرب لكم ميعاد بفيديو قادم بحول الله. إلى اللقاء.